اهلا وسهلا بيكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج طريقي. ما عادش الخوف يخوفنا ولا الايام تنسينا، ومهما الدنيا تجرحنا مش هتتوه خطاوينا. مكتوب لحلمنا الغالي طرح الغناوي يهدينا، شمس الامل مرسومه بلون الحنه في ايدينا. اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من برنامج طريقي. في البدايه احب اعتذر زميلتي الاعلاميه شيماء الرشيدي، النهارده مش متواجده معايا لانها مريضه شويه وتعبانه. ندعي لها ان شاء الله يا رب تقوم بالسلامه وترجع لنا بسرعه ان شاء الله. حلقتنا النهارده، بس في البدايه حابب اتكلم عن موضوع اعتقد ناس كتير كانت ممكن تكون اتناقشت فيه، حابب اطرحه برضو بشكل يمكن يكون مختلف المره دي. الفوضى. الفوضى عموما، في فوضى في اشياء كتير احنا بنعيشها دلوقتي في مجتمعنا، وللاسف مؤثره على ناس كتير في حياتنا يعني. لكن انا حابب اتكلم تحديدا عن الفوضى في الموسيقى، بمعنى انه للاسف حاليا اصبح انه في ناس ملهاش علاقه بالفن وبتحاول انها تدخل مجال الفن، وده ما فيهوش اي مشكله تماما، بالعكس. لانه كان عندنا مثلا الفنانه الجميله الله يرحمها سعاد حسني، ما كانتش متعلمه وما كانتش بتقرا وتكتب، لكن كانت موهبه متفجره وموهبه فنيه ملهاش مثيل الى يعني لحد الان. كان عندنا موسيقار الاجيال نفسه محمد عبد الوهاب، قبل ما تتعمل اكاديميه الفنون وقبل ما يتعمل المعهد العالي للموسيقى وكذا، هو في حد ذاته كان اكاديميه. فمحدش يقدر ينكر انه ايه، الموهبه مش محتاجه شهاده عشان اقول ان انا موهوب. ولكن ده بالتالي مش هو ده السبب الحقيقي انه اي حد ممكن يدخل مجال الفن من غير ما يختبر اذا كان موهوب او لا، او حتى يدرس على الاقل علشان يقدم موهبته او يطور من نفسه ويطور من موهبته ويطور من ادائه. فللاسف احنا يعني بنشوف دلوقتي اغاني مهرجانات واغاني لناس ما نقدرش نصنفهم لا مطربين ولا مغنيين، والموضوع بقى اصبح انه يعني متاح للجميع. مفيش اي مشكله انك انت تكون حابب او عندك حلم عايز تقدمه ورساله حابب تؤديها. احنا هنا في برنامجنا، في برنامج طريقي، هو انه بنفتح طريق لاي انسان حابب يوصل للجمهور. بس المهم كمان الانسان دوت يكون عنده استعداد حقيقي للموهبه، ويكون بيدرس ويشتغل على نفسه، علشان لو هو فعلا عنده حلم مؤمن بيه ورساله مؤمن بيها، فلازم يشتغل على نفسه قوي 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 يعني، على قد ما يقدر، علشان فعلا يقدر يوصل ويحقق رسالته ويحقق نجاح ويكون عنده قيمة فنية يقدمها للمجتمع وللناس. فيعني احنا دلوقتي بنسمع اغاني مثلا فيها كلمات مش بس كلمات مبتذلة، احنا كمان بقى بنسمع شوية شتيمة في الاغاني، عبارة عن مثلا نقول ايه، في ناس بت 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 بتوجه رسائل لبعض عن طريق الاغاني بشكل مش عارف يعني. مفيش، احنا كنا زمان بنسمع اغاني فيها مثلا كلمات جميله، فيها احساس، فيها رقي، فيها اخلاق، فيها رساله اصلا انسانيه جميله، سواء كانت اغاني للحبيب او حتى اغاني وطنيه او اغاني، بس كان في كلمات محترمه تتسمع. انما احنا دلوقتي للاسف بقينا بنسمع كلمات ما ينفعش تتقال في اغنيه، وما ينفعش تتقال حتى لو في الشارع، فان احنا نقدمها في شكل اغنيه كمان، فده شيء، هو ده اللي بتكلم عنه، الفوضى اللي احنا بنعيش فيها دلوقتي في مجتمعنا. واللي احنا بنحاول برضو على قد ما نقدر، هو دور الفن الحقيقي كرسالة تهذيب الأخلاق. فجزء من تهذيب الأخلاق في الفن انه يكون الفن راقي، مش يكون الفن منحدر. فما نقدرش بقى نصنف الأشياء اللي بتقدم دلوقتي على سبيل الفن انها تتقال عليها فن، لان هو دي كده، هو ده بقى الفوضى اللي انا بتكلم عليها. فاحنا كمان لازم نساعد بعض، ازاي ننتقي وازاي نرتقي بمستوانا الثقافي والفكري والأخلاقي، علشان نقدر نتذوق الفن، لأن الفن لغة والموسيقى بتخاطب الروح والوجدان. فإذا كان العمل الفني اللي أنا هقدمه مش بيخاطب الروح والوجدان يبقى أنا عندي مشكلة. ولازم الفنان اللي يطلع يقدم نفسه على الشاشة أو يقرر إنه يواجه الجمهور، لازم هو كمان من جواه يكون بيشتغل على نفسه في إنه يطور من ذاته من ناحية، ويطور من فكره. الفنان ثقافة وفكر قبل ما يكون إبداع. الإبداع نفسه بيحصل لما يكون الفنان مليان فكر وثقافة وعنده خبرة وعنده دراسات عملها في شغله، مش بس في مجاله، قرايات في مواضيع مختلفة. ده اللي هيساعد الفنان لأنه هو يوصل لمكانة أعلى ويوصل لجمهور أكبر. سيد درويش الله يرحمه، فنان الشعب، اللي الشعب نفسه أطلق عليه أنه اسمه فنان الشعب، ممكن ما يكونش دارس دراسات عليا ولا حقق ماجستير ولا دكتوراه، لكن خبرته في الحياة خلت من
قيمة الفنان سيد درويش قيمة عايشة بنعيش معاها لغاية دلوقتي. كل الأغاني اللي بيقدمها إحنا بنرجع نسمعها وبنرجع نعيدها تاني ونطور منها ونرجع نعملها بتوزيعات مختلفة جديدة. حتى شباب الأيام اللي إحنا عايشين فيها دلوقتي كمان بترجع تسمع تاني لأغاني زي سيد درويش. طب السبب إنه خلى سيد درويش يعيش أكتر من 100 سنة دلوقتي؟ لأن سيد درويش كفنان كان عنده قيمة وفكر ورسالة ومنهج، وكان بينتقي الأعمال الفنية اللي يقدمها. فنلاقيه تعاونه مع مثلا الشيخ ياسين القاضي عمل لنا غنوة بلادي بلادي، النشيد الوطني المصري اللي احنا عايشين عليه. تعاونه مع شعراء في جيله مثلا، قدموا أعمال مهمة عايشين عليها لغاية دلوقتي يعني. فهو ده الرسالة اللي أتمنى إن هي توصل للناس، إن احنا نحاول نمنع الفوضى، نحاول نواجه الفوضى الفنية اللي عايشين فيها، ونسمع ونقدم فن حقيقي، فن جميل يعيش للناس ويكون للناس ويكون بيخاطب وجدان الإنسان، بيخاطب مشاعره وإحساسه وأفكاره، ويكون حاجة نرتقي بيها. أتمنى إن شاء الله يعني ما أكونش طولت، ونحب بقى نقدم ضيفنا الجديد النهاردة إن شاء الله الأستاذ وافي، ويا رب يكون فنان جميل وينال إعجابكم. ونطلع فاصل ونرجع مع الأستاذ وافي. عمرها ما كانت طيبة وأصيلة، وفي ناس بتحاول وبتوعد وحبالها طويلة، في ناس تعمل واجب تحسبها لك بجميلة. فين الجدعان؟ فين أهل زمان؟ فين حق الجيرة؟ وناس حياتهم اشتغالة فكك احترس، شيل انت الشيلة، شيل انت الشيلة. عالم مجنون، عالم عالم مجنون، عالم عالم مجنون مجنون، عالم مجنون، عالم عالم مجنون، عالم عالم مجنون، عالم عالم مجنون مجنون، عالم مجنون، عالم غلبان تعبان طهقان مفيهوش عقلين، ناس متخاصمين عاملين رجال على ناس مساكين، ناس بصل ناس على خير عاملين قال مش حاسدين، يرحم ايامنا زمان كان فيها بركه وصابرين. ومهما قلنا وشكينا بينا الدنيا ماشيه هيلا بيلا هيلا بيلا. عالم مجنون، عالم عالم مجنون، عالم عالم مجنون مجنون، عالم مجنون، عالم عالم مجنون، عالم عالم مجنون، عالم عالم مجنون مجنون، عالم مجنون، عالم اهلا اهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونرجع مع بعض تاني في حلقه برنامج طريقي، ونستقبل ضيفنا الاستاذ وافي. اهلا وسهلا بيك حضرتك استاذ. اهلا استاذ حسام،
حضرتك طبعا شرفتنا المره اللي فاتت في الحلقه تمام. ودي اعتقد شرفت بيكم. يا رب تكون الحلقه كانت جميله والمشاهدين الحمد لله كله على عليها تعليق كويس والله. الحمد لله الحمد لله. والنهارده طبعا احنا بنستكمل برضو حوارنا اللي تم المره اللي فاتت بس كمان يعني حابين نتناقش بقى كحضرتك كموهبه فنيه، ايه الاحلام اللي عايز تقدمها والمشوار اللي انت مشيته لغايه دلوقتي، وصلت لحد فين وحاسس ان فاضل لك قد ايه، وايه اللي انت حابب تقدمه للجمهور وللناس؟ كلام جميل جدا. زي ما قلنا قبل كده الكلمات اللي بكتبها دايما بتكون منطبقه على مود او حاله او موقف يمس الناس. انا عملت اشكال كتير جدا سواء في الشكل الموسيقي او في المواضيع، يعني مواضيع عملنا دراما، عملنا حزين، عملنا عاطفي، عملنا وطني ديني، حاجات كتير جدا. حضرتك قلت لي اتعاونت مع استاذ حميد، او استاذ حميد كان عامل لك شغل تقريبا؟ لا لسه، بس يعني ممكن قريب ان شاء الله. الاستاذ مصطفى شوقي اللي عملت معاه شغل، الاغنيه اللي سمعناها دي كلماتي انا والفنان مصطفى شوقي، والحان الفنان مصطفى شوقي، توزيع واخراج الفنان مايكل جمال، وبرضه بتتكلم عن الموضوع بس بشكل موسيقي فيه ريجاتون ومقسوم. زي ما بقول لحضرتك احنا عملنا يعني برضه زي ما قلنا مواضيع كتير، عملنا اشكال موسيقيه كتير متنوعه، غنينا راب، غنينا مقسوم، غنينا سلو، ار ان دي بي، هاوس، تانجو. فالغنوه دي برضه بتتكلم عن الجزء اللي حضرتك قلته اللي فيه الفوضى والناس اللي مستهتره والحنين لاهل زمان واهل الخير. كانت الفكره كده. بس اعتقد احنا شويه الفتره ديت الاتجاه للموسيقى الغربي بقى على حساب الموسيقى الشرقي. ده حقيقي. ده للاسف يعني. ده حقيقي. احنا كان مثلا لو حضرتك لسه بتقول التانجو، فاحنا كان عندنا فريد الأطرش مقدم اغاني تانجو. تمام. ولحن يعتبر ايقاع تانجو. تمام. احنا الفتره الاخرانيه محصورين قوي في المقسوم. يعني إيه لحد كبير. احنا معظم الاغاني كورد اللي هو مقام الكورد والايقاع مقسوم. فلكن الموسيقى العربيه حضرتك عارف ذاخره ومليانه في المقامات او في الايقاعات. تمام. يعني ف اتفق معاك تماما. فبس للاسف احنا المطربين او الملحنين والموزعين كمان للاسف بقوا بيستسهلوا ان هو مش عايز يتعب انه يطلع لحن ويغامر انه اللحن ده مش كل الموزعين، في ناس والله كتير بتجتهد. ما هو الموضوع مش موزع بس، هو جزء فيه منه للموزع وجزء للمطرب، قصدي الملحن يعني. بس عايز اقول لحضرتك حاجه، الموزع له دور كبير جدا. يعني احنا الموزع هو زي يعني زي ما قالوا اساتذتنا قبل كده البرواز بتاع الغنوه، هو اللي بيحطها في الشكل. يعني مثلا انا لو بعمل اللحن، انا عملت اللحن بشكل معين، هو بيشوف يحطه فين وانا بادي على الاساس ده، هل هيبقى سلو، هل هيبقى مقسوم. مش لازم خالص كنا منحصر في المقسوم، بالعكس في حاجات على الجيتار، في حاجات كتير عملناها. المقسوم عشان تبقى عارف حضرتك بدايته طبعا اول ما انعمل وعمله بابداع وعمله بنجاح كبير جدا فنان حميد الشاعري في الثمانينات، وبشكل افضل كتير يعني، كان له كان مختلف. والفنان حميد قدر انه يدخل الالات الشرقيه مع الالات الغربيه ويعمل النقله الثالثه في الميوزك. يعني دايما بيقول لك النقله الاولى سيد درويش، النقله الثانيه بليغ حمدي، النقله الثالثه حميد الشاعري اللي لسه لحد دلوقتي. بس المقسوم جه فتره واختفى، ما بقاش هو الاساس. يعني خد الثمانينات والتسعينات جزء بدا بعد كده يقل، دخلت حاجات مثلا الجيتار الاسباني ونجحت جدا زي مثلا فنان عمرو دياب لما عمل نور العين، وبدات تخش الراب واشكال تانية. رجع المقسوم بقى بشكل اللي هو حضرتك اتكلمت فيه اللي هو المهرجانات، ده اصبح موضه. بص، موضوع المهرجانات اصله على بعضه موضوع مختلف. احنا لو هنتكلم موضوع كبير. ما هو بس فكره المهرجانات لو هنتكلم فيها، احنا بيبقى في بينا وبين الغرب فاج او جاب كده مثلا تقريبا 30 سنه. تمام. فالمهرجانات اللي هي طلعت لنا دلوقتي ديت هي اوريدي كانت موجوده في امريكا، تمام، بس بشكل تاني اللي هو مش الرابرز، لكن بشكل في جزء كان منه الرابرز بادئينه، بعد الراب نفسه بقى طلع. فاحنا لما جينا نعمل المهرجانات عملناها على اسلوب الراب وبس باسلوبنا احنا بقى، واتعملت مقسوم، اتعملت مقاسيم كتير في المهرجانات. الفكره مش في الايقاع، هم المهرجانات هي عباره عن ايقاع بغض النظر هو نوعه ايه الايقاع، بس المهم ان في حاجه بتعمل ايقاع ثابته
وهو بيتقال عليه اي كلام. تمام. بس الموضوع ده في حد ذاته خلينا نتكلم فيه بعد شويه. تمام. الموضوع الاساسي اللي انا بقى يهمني دلوقتي حاليا وهي كلمات المهرجانات بتبقى يعني مفيش برضو. كلمات المهرجانات مفيش كلمات لا في موضوع ولا كلمات مزيكا اكتر ولا اي حاجه. لا والله يعني في حاجات بسيطه عملت فيها التفاصيل. خلينا في نقطه الاستاذ حميد النقله الثالثه. تمام. هو احنا لو بنتكلم لو بدانا من سيد درويش اللي هو المطور الحديث للموسيقى العربيه الحديثه اللي احنا عايشينها دلوقتي. تمام. واللي حط فكر الغنوه نفسه. تمام. فالفنان الشعب سيد درويش كان مرحلة، موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والسنباطي الاثنين تحديدا، ومع زكريا أحمد ومع الأصابجي. تمام. الجيل ده أساتذة عظماء كلهم. الجيل ده كان هنعتبره النقلة الثانية بعد الفنان الكبير سيد درويش. لا هو بتعتبر النقلة الثانية بليغ حمدي. لا ده اللي بيؤسس من مؤسس كده الفريق الفنان محمد عبد الوهاب على نفس النقلة بتاعة سيد درويش. يعني ده اللي اتحدد في الموسيقى العربية والدارس على اساس ده. هنقولها انها وجهات نظر بس اقصد تواصل الاجيال كان ماشي بالترتيب، سيد درويش وبعديه الجيل اللي هو الفنان موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب والسنباطي ومع حفظ الالقاب للجميع يعني. بعد كده في نقلة بليغ حمدي. بعد كده يبدا يجي جيل بتاع بليغ حمدي وكمال الطويل ومحمد الموجي. عظيم. بعد جيل بليغ حمدي ومحمد الموجي وكمال الطويل بدا بقى يظهر الجيل اللي قبل حميد على طول اللي هو الفنان هاني شنوده اللي من خلاله ظهر حميد. تمام. هاني شنوده كان امتداد بس تطوير بشكل ما في شكل الموسيقى اللي هي الفنان جميل فنان هاني شنودة. ما هو اللي اسس لشكل المزيكا الحديث اصلا يعني الشكل الجديد للمزيكا اللي احنا عارفينه دلوقتي اللي اتاسس ليه او اللي فتح الباب ليه كان الفنان هاني شنودة مع الاغاني بقى اللي هي زي غنوه ماشيه السنيوره والكلام ده. تمام. اللي هو طلع بدايه الثمانينات او اواخر السبعينات تقريبا. طبعا كان لها ضجه جامده مع فرقه تقريبا المصريين ساعتها او حاجه زي كده المصريين وجيتس. لما بعد كده طلعت اغنيه لولاكي اللي هي في بدايه الثمانينات. لولاكي 88. ما ده اللي عرفت اكتر الجمهور بحميد نفسه كموزع حتى. تمام. وهو بعد كده بدات الانطلاقه لحميد بعد كده من خلال اغنيه لولاكي نفسها. لان لا بس برضو عايز اقول لحضرتك حاجه برضو عشان انا يعني ما حميد من زمان ومتابع حميد من قبل لولاكي يعني. طبعًا. كان في حاجات في الثمانينات مثلا الالبوم بتاع اللي هو عمله بتاع رحيل واكيد اللي عمل فيه دويتو مع الفنان محمد منير في 86 اكيد ضرب ضربه جامده جدا اللي فيه ناس متصابه ويا سمره وكده وبدا يعمل حاجات لعلاء عبد الخالق. وفي نفس السنه اللي عمل لولاكي عمل مع عمرو دياب البوم ميال. طب كان برضه ضرب جامد جدا. تحب تسمعنا ايه الاول دلوقتي عشان برضه المشاهدين يستمتعوا معانا؟ انا عاوز اتكلم في الموضوع فعلا. كلام جميل. هي أغنية عن المديتيشن والتأمل. الله. وفيها معاني حلوة قوي ومعمولة بشكل راب بس هادي مع ميوزك هيب هوب اسمها العقل الطايف. طب نشتغل هنسمعها دلوقتي. اتفضل حضرتك. ركز وتأمل عيش حياتك اوعى تتجمل ترضى بنصيبك عيش هتحمل عشان تكون انسان جديد عقلك الباطن كنز جواك اصبر عادي راح يبقى وياك هتهدى خالص ترجع لسباق وتكون نيتك من نوع فريد ركز كويس مع ضوء الشمع انسى ماضيك من غير ولا دمع خلي قلبك جوهرة لمع هتكون كل ايامك عيد. شيء جميل دماغك رايقه ملهاش مثيل والصبر غيره مشوار طويل هتعرف حبايبك بالتأكيد التخيل راح يبقى حقيقه
راح تسافر في بحر دقيقة تداوي جروح تطفي حريقة تكسر حزنك لو كان شديد. يعني جميلة الغنوة لذيذة جدا. غنوة كلماتي ولحن وتوزيع الفنان مايكل جمال وبتتكلم عن معاني جميلة جدا فيها تسامح. بس عاجبني كمان خرجنا عن المقسوم بقى، احنا كنا بنتكلم في الايقاع مختلف. ما انا قلت احنا عاملين اشكال كتير. شكل الايقاع هنا مختلف. هنا ايقاع مختلف. وراب يعتبر او شكل راب مع هيب هوب. وعملناها بنتكلم عن التسامح والرضا بالنصيب والامل والتفاؤل والصدق والصراحة وتحقيق الاحلام فيها معنى. وده اصلا بينطبق على موضوع التامل اللي هو المديتيشن. يعني الناس اللي عارفه المديتيشن هتلاقيني قلت حاجات كده، اتنفس على اساس انهم اهدى اتنفس ركز اتامل، بياخدوا نفس عميق في الاول، عقلك الباطن كنز جواك، راح تسافر في بحر دقيقه، كل دي معاني، ركز مع ضوء الشمعه، ده بيبقى تمرين التامل اللي بيعملوه. بس احنا برضو عشان الناس كلها تبقى عارفه حطينا المعاني الجميله اللي هي مبادئ التامل اصلا، من التسامح والرضا بالنصيب والتفاؤل والصدق ونسيان الماضي والتعامل بشكل ايجابي، تحقيق الاحلام الى اخره. بالنسبه للاحلام بقى، حضرتك دلوقتي لغايه دلوقتي وصلت لقد ايه في الطريق؟ وحاسس انك لسه قدامك قد ايه في طريقك؟ الحمد لله انا زي ما قلت بعمل 30 غنوه نزل منهم 23 على النت، والحمد لله فيهم 13 الحاني و21 كلماتي. عندي حاجات كتير قوي لسه جايه، في حاجات كتير كلمات انا كاتبها هتكون مفاجات، حتى السبع اغاني اللي ما نزلوش فيهم شغل كتير. بتحس نجاحك ازاي او بتعرف انت وصلت او نجحت؟ بتقيم نجاحك عن طريق ايه؟ طبعا عن طريق المستمعين، الاصدقاء والمعارف والفانز اللي على النت والكومنتات. بيفرق معاك طبعا اللايكات والكومنتات والشيرز والحاجات دي؟ الناس لما بتعلق الحمد لله يعني دايما، وناس لما تيجي من ناس ما تعرفنيش حتى خالص ويخشوا بيبقى 90% 95% من التعليقات ايجابيه، فاكيد بكون مبسوط الحمد لله، وده بيشجعني ان انا اعمل اكتر وادي اكتر. يعني بتبقى عاجبه الناس، واللي يقول لي مثلا سمعت الغنوه دي ثلاث مرات تحفه روعه في التعليقات، الحمد لله بيزيد عدد الفانز. ووصل لمرحله ان بدا يبقى فيه مثلا شعراء مبتدئين او ملحنين بيبداوا يبعتوا لي عايزين يشتغلوا معايا. تهتم بموضوع الترند بقى وعايز توصل انك تبقى ترند وكده ولا؟ والله يعني الحته دي بتاعت ربنا، يعني انا بعمل اللي عليا وبجتهد، وزي ما بيقولوا دايما ما حدش يعرف طريق النجاح، لان لو انا حتى عرفت طريق النجاح عمرك ما هتفشل، انت بتجتهد وتعمل كل اللي عليك وتتمنى النجاح. ممكن فعلا توصل للترند، وممكن توصل لنجاح عادي، وممكن ما تحققش اللي انت عايزه حاجه حلوه، ما تيأس، تحاول تاني وتالت ورابع ان انت تعمل الاجود. فأنا الحمد لله كل اللي عملته كان ردود أفعال المستمعين عليه. في بداية الطريق حسيت بمعاناة كبيرة ولا الدنيا كانت معاك إزاي؟ لا الحقيقة لا، يعني وهقدر أقول برضو زي ما قلت قبل كده، يرجع الفضل للفنان النجم الجميل مصطفى شوقي، ساعدني كتير، وقف معايا كتير، عمل لي سبع ألحان، كاتب لي أربع أغاني زي ما قلت قبل كده، سهل لي، اتعلمت منه كتير جدا جدا، وجو الشغل معاه جميل قوي، يبقى في مود حلو وبيضحك وبنتكلم وبرضه بنشتغل بجديه قوي، فربنا يوفقه. يعني دايما بفتكر ان هو سهل لي الطريق. حضرتك طلعت حفلات لايف لسه ولا ما طلعتش ولا؟ لا لسه الحقيقه، كان في حاجه معروضه عليا بس حصلت ظروف، كنت تعبان وما قدرتش اروح، وكنت فعلا هروح حفله لايف. موضوع الدويتو وبعد لسه ما فكرتش انك تعمل دويتو او عملت قبل كده؟ والله بحبه جدا. تمام. واكتر واحد طبعا عمل دويتوهات فنان حميد الشاعري، ما يقرب من 90 دويتو او 100 كمان مع كل المطربين، سواء لو حطيت الاوبريتات والتريوهات والكواتروهات، يعني ثلاثه مع بعض، هو عمل الحاجات دي كتير جدا. انا ارحب قوي بالدويتو واحبه جدا. هو مزاجك الاعلى الفنان حميد الشاعري بتاعتك؟ طبعا يعني احبه جدا جدا، يعني دايما بحط الفنان حميد الشاعري والفنان مصطفى شوقي، وبعشق برضه الفنان محمد منير والفنان احمد منيب، لان انا برضو عملت حاجات فن نوبي. اغنيه من فن نوبي من يعني شكل من الاشكال الفنيه الجميله جدا. جميله جدا. عملنا اغنيه جميله بالشكل نوبي، كانت كلماتي ولحني وتوزيع الفنان الجميل محمد قماح، اسمها السيد الرئيس، اهداء اسمها سيسي رئيسي. واغنيه تانية برضو بنفس الشكل مع الفنان محمد قماح،
نوبي وكان فيها ريجاتون غربي، كانت كلماتي ولحني اسمها واحده حبتني، نزلتها في عيد الحب، وغنيت اغنيه من الحان الفنان احمد منيب بتوزيع الفنان مايكل جمال اللي هي وعدي على الايام. فكل دي دخلت في وعدي على الايام بتاعت احمد منيب. وغناها الفنان حميد قبل كده، وغناها الفنان احمد منيب، وفي مجموعه من الفنانين التانيين غنوها، بس المهم ان احنا بناخدها بشكل توزيع مختلف. وهرجع اقول برضو بعد الفنان مصطفى شوقي في دور جميل للفنانين الموزعين اللي اشتغلت معاهم، الفنان مايكل جمال ملحن لي 7 اغاني وعامل لي 20 اغنيه، الفنان الجميل اسامه عبد الهادي عامل معاه 8 اغاني، 3 منهم نزلوا، 5 لسه هيكونوا جمال جدا ومفاجآت بصراحة. وهو له شكل جميل في المزيكا مختلف. الأغنيتين اللي غنيتهم في الحلقة اللي فاتت توزيعه الواد الحلو حبايب.